أهلا بكم أينما كنتم، مبسوطة أن أنا معاكم النهاردة، ويا رب يبقى لقاء مفيد وخفيف إن شاء الله والكل بإذن الله يستفيد. عادة أنا ببدأ لقاءاتي بحدوتة، والنهاردة هحكي لكم حدوتة حقيقية. حدوتة الدكتور إيشان، كان في دكتور اسمه إيشان، دكتور عظام مشهور جدا وشاطر جدا. كان المفروض إن هو يحضر مؤتمر مهم جدا، المؤتمر ده بعيد حبتين. قرر دكتور إيشان إن هو يلم حقائبه وفورا يركب أول طائرة، ولكن الطيارة وهي بتطير حصل يعني تغيير في درجة الحرارة وصواعق في السماء، وفورا قرر قائد الطائرة إنه يهبط بيها في أول مطار يقابله. فعلا هبطت الطائرة، وقرر دكتور إيشان إن يروح يسأل على أول ميعاد للطائرة تانية يقدر يستقلها لمكان المؤتمر. قالوا له أول طيارة بعد 12 ساعة، طبعا ده كان ميعاد صعب جدا عليه وغضب جدا، فاقترحوا عليه إن هو يستقل سيارة بالسائق بتاعها علشان يروح بيها المؤتمر. وفعلا خد السيارة بالسائق وعرف المكان. وهم في الطريق المطر زاد جدا والغيام نزل كتير، وقرر السائق برضه انه ما يكملش الرحلة علشان لا يفقد الطريق. دكتور إيشان نزل من السيارة بيبص على أي مكان يحاول يعمل منه مكالمة تليفون عشان يوصل رسالة للمؤتمر إن هو احتمال كبير ما يجيش. لقى بيت من بعيد فيه إضاءة، اتجه نحوه وخبط على الباب. فتحت سيدة عجوز وقالت له اتفضل. قال لها ممكن استأذنك في مكالمة تليفون؟ ضحكت السيدة العجوز وقالت له هنا ما عندناش تكنولوجيا، ما عندناش الحاجات والأدوات الحديثة، نحن قرية بسيطة وفقيرة. قالت له لكن تقدر تشرب مية، وكمان تشرب حاجة دافية علشان تدفي جسمك من البرد ده. فعلا دكتور إيشان خد كوباية مية وشربها، والست سابته ودخلت. بص عليها لقاها رفع ايديها الى السماء وعماله مستمره في الدعاء، وكل شويه تدعي وتدخل على السرير اللي جنبها تعدل طفل كده يمين وتعدله شمال، كل شويه تدعي وتعدل طفل يمين وشمال. قال لها مش هتحتاجي مني حاجه، شكرا على الميه، بس يلا اؤمريني تحتاجي ايه. السيدة العجوز قالت له أما أنت عابر سبيل فدعائك مستجاب. قال لها نفسك تدعي وتقولي إيه، ونفسي أنا أعمل لك إيه. قالت له حبيبي أنا اللي ممكن أدعي لك، أنا دعيت لكل أهل القرية واللهم لك الحمد دعائي مستجاب إلا دعاء واحد لحد النهاردة ربنا ما استجابش. قال لها إيه هو الدعاء ده؟ قالت له نايم جوه ده حفيدي عنده مرض عضال، لفيت بيه على كل دكاترة القرية والقرى المجاورة كمان، محدش عرف يعالجه إلا طبيب واحد اسمه دكتور إيشان، موجود في بلاد بعيدة بعيدة قوي، ما أقدرش على مصروفها ولا أقدر على التنقل بهذا الطفل. هنا بكى دكتور إيشان وقال للسيدة العجوز والله إن دعائك قد عطل الطائرة وضرب الصواعق وأمطر السماء كي يسوقني إليك سوقا، والله ما أيقنت أن الله عز وجل يسوق الأسباب هكذا للعباد المؤمنين بالدعاء. وهنا يلا أديكو أهم سر، أنت سرك مع ابنك هو الدعاء، ادعي وإن شاء الله دعائك مستجاب. حينما تنقطع الأسباب والرجاء لا يبقى إلا اللجوء إلى الخالق، خالق الأرض والسماء. تعالوا النهاردة أكلمكم عن أول حاجة حابة نبتدي بيها، مراحل الرضا. اقبلي ابنك زي ما هو، واوعي تفضلي عندك إحساس بالذنب. عندنا مشكلة كبيرة دايما، ولادنا كل ما نبص عليهم ونشوف مراحل تطورهم سواء
كانت مرضية أو غير مرضية، نقول يا ريتني كنت عملت، يا ريتني كنت عملت. نفضل دايما عندنا حزن على ما مضى أو قلق من القادم. تعاملي مع أولادك، مع ابنك بشكل يخليكي فيه، يعني تعاملي بطريقة الرضا. يعني النهاردة اليوم معدي ازاي؟ انجازه ايه؟ انتي انجزتي معاه ايه؟ بلاش تقولي وتقدمي لنفسك قائمة أعذار زي ما كل أم ساعات، وأنا منكم يعني، نقول بس أصل لو ما كانش حصل كذا، أصل لو ما كانش موجود كذا. لا، شيلي قائمة الأعذار وكل ما تطلع فورا اسحبيها من عندك. انتي مين؟ تعالي قوليلي انتي انهي في دول؟ انتي المنسحبة ولا العصبية ومتنرفزة ولا المحبطة ومكتئبة؟ ساعات من كتر ما احنا بنلاقي حاجات كتير في حياتنا وضغوط كتير في حياتنا، وانا عارفة ان مسؤولياتكم كتير قوي مع اولادكم ومجهودكم بيبذل ازيد من العادي، بنشتكي من حياتنا. اوعي تشتكي، اصنعي حياتك بنفسك. انتي ام قادرة، ربنا اداكي نعمة ومنحة. ساعات بيحصل لنا لا مبالاة من كتر الألم ومن كتر الوجع ومن كتر المشاكسات اللي بنلاقيها من المحيطين بينا، سواء من الأقرباء أو من المجتمع حوالينا. ساعات بعض الأمهات تقول لي أنا مش لاقية وقت، أنا محتاجة وقت إضافي. أنتي محتاجة تنظمي وقتك، مش محتاجة وقت إضافي. حددي هدفك. لو حددتي هدفك انت عايزة تعملي ايه، لو قررتي انك تعملي جدول تحطي فيه مهامك اليومية، الموضوع هيبقى مختلف. في المهام ديت اوعي تنسي حاجات كتير، من ضمنها اولادك وبيتك وزوجك. تعالي اقولك ازاي تحققي هدف لحد من ولادنا ذوي متلازمة داون. اول حاجة اعرفي امكانيات ابنك. ما تقوليليش انا عايزاه يبقى كذا وانتي مش عارفه امكانياته. احنا عارفين ان الداون سندروم اكتر من نوع واكتر من مرحله. خلينا نقول لازم اعرف ابني كويس وعند انهي مرحله واقف، ومن هنا ابدا التطوير. ما اطلبش منه امكانيات فوق طاقته لانه مش هيقدر يحققها، هو هيحبط وحضرتك كمان هتحبطي. اعرفي قدراته وبعد كده اطلعي الخطوه الثانيه. شوفي إيجابياته وسلبياته وقدريها كويس، واكتبي عايزة تعدلي إيه وقابلة إيه من الحاجات الإيجابية اللي بيعملها، وعايزة تقرري تتدخلي إزاي في سلبياته. المرحلة اللي بعديها يقبلي ابنك زي ما هو، وافقي عليه. أي حاجة بيحصل لها قبول فورا بيحصل لها تطوير. اقبلي حتى لو كانت مشكلة كبيرة، اقبليها وصاحبيها. حتى لو مرض بنقبله علشان نقدر نتخلص منه. ساعدي ابنك في رعاية ذاته، دي المرحلة اللي بعد كده، ودي أهم مراحل تطويره. حلو جدا هو يعرف يكتب ويقرأ، حلو جدا إنه يعرف يكون بطل في لعبة رياضية، بس قبل كل ده من فضلك اهتمي تماما إن يعرف يرعى ذاته. ازاي ياكل، ازاي يدخل التواليت، ازاي يطلب شيء، ازاي كمان دلوقتي بندربهم ان هم يشتغلوا كمان ويكون ليهم مصدر رزق، يرعى ذاته بكل ما تحمله الكلمة من معاني. وهنا قد حققتي اول هدف واهم هدف مع ابنك. حددي اولوياتك، انت عايزة ايه، عايزة تعملي ايه، عايزة تبدأي ازاي مع اولادك او مع ابنك أو مع بنتك. ساعات بنحتاج بعض من التفويض، زي ما كلنا في بيوتنا ساعات بنفوض بعض، بيجي لنا مثلا سيرفنت تساعدنا شوية، لكن السيرفنت دي مش ممكن نخليها تأكل ساعات ولادنا أو تعمل لهم أكلهم، أو ممكن الحد ده اللي بيجي ينظف بس أو يقشر الخضار بس، لكن أنا اللي أطبخ، أنا اللي أحط الأكل لولادي. كل واحد بيبقى عارف كويس مين يفوضه وإمتى يفوضه وإيه الشيء
اللي ممكن يفوت فيه. اظبطي وقتك بالتايم، خدي وقت كمان لراحتك. اوعي دايما تكوني بتشتغلي صبح وظهر وليل، محتاجة انك تاخدي بريك من وقت للتاني. اعملي مديتيشن، افتكري بيتك واوعي تهمليه علشان مجرد عندك طفل داون سيندروم او حالة خاصة. اطلعي، انتي محتاجة تقري كتير حتى لو عن حالته عشان تعرفي هو ليه بيعمل كده وايه اسبابه. اتجهي لعباداتك ايا كان دينك، اتجهي للعبادة، اوعي تنسيها. انتي محتاجة تطلعي من وقت للتاني، محتاجة الاطلاع وتجديد معلوماتك، محتاجة تلمي ولادك الأصحاء حواليكي وتديهم بعض من وقتك، لأن الحقيقة إحنا مش بناخد بالنا من ولادنا الأصحاء، ودايما بنتجه كده حبتين وندي وقت زيادة لولادنا داون سيندروم وبننسى إخواتهم شوية، وبعد حبة كده بنلاقي إن إحنا قابلنا معاهم مشاكل يمكن أكبر من ولادنا الداون. اوعي تنسي زوجك في زحمة مشاغلك، مهم جدا انك تاخدي بالك. تعالي قوليلي انت مين، انت الام ولا المربية ولا المعلمة؟ انت كل حاجة، انت ربنا اداكي القدرة انك تكوني كل حاجة كل حاجة. خدي بالك لان اي توتر بيأثر عليكي تأثير سلبي. الرفض بيعمل لك آلام في رقبتك، الغضب بيضعف الكبد، الخوف أحيانا بيضعف الكلى، التوتر بيقلل مناعتك، وخلي بالك كمان بيأثر على الذاكرة. الخوف بيبقى فيه مشاكل في الكعب وأسفل الظهر وأعلى الركبتين، الحب بيقوي الذاكرة، الحزن بيضعف الرئة، القلق بيضعف المعدة، نقص الدعم العاطفي وإن جوزك ما يبقاش حواليكي، أو لو أنت زوج وبتسمعني كمان اهتم بمراتك، وكمان هي كمان محتاجة إنها تهتم بيك، علشان فعلا إحنا بنستقيم ظهرنا بيبقى الرفيق، رفيق الحياة. الفرح بقى بيقوي المناعة، أما إحساس الذنب بيعمل مشاكل في الكاحل. تعالوا بقى أحكي لكم عن حاجات بشوفها كل يوم، مؤشرات تدل على عدم قبول الأسرة لابنها المعاق. للأسف بيبقوا باينين قوي، بيبقوا بيحموه حماية زايدة جدا وبيقوموا بالنيابة عنه عن أي مهام، عايزين إيديهم قبل إيديه زي ما بنقول، دايما مبادرين علشان ما يغلطش. ده معناه إن هما مكسوفين منه بالمناسبة. تاني حاجة، فقد الثقة بقدرات هذا الطفل، بيفقدوا الثقة فيه ودايما بيحسوا ان هما يعني مش هينجز مش هيعمل، في ظاهره بقبول وباطنه رفض، ودايما غضبانين من اي سلوك بيعمله، وساعات بيحصل ايذاء بدني كمان قدام الاخرين وتجريح ونقد. وفي الغالب بنشوف بعض الأسر بتعزله في الأفراح، في المناسبات، في اللقاءات العائلية أو في الخروجات العادية يعزلوه. طيب تعالوا بقى العكس، إيه المؤشرات اللي بتوريني إن الأسرة دي قابلة طفلها ذوي الاحتياجات أو ذوي متلازمة داون؟ بلاقيهم دايماً الأسرة نفسها بتعدل أسلوب حياتها عشان يحصل تواصل بينها وبين الطفل ده. يعني مثلا لو الطفل ده عنده اندفاعية، بتلاقيهم عدلوا مكان الجلوس بتاعتهم، شالوا الحاجات اللي فيها ممكن يتخبط فيها أو يأذي نفسه أو كذا، يبتدوا يدوروا على أماكن تقدر تساعد الطفل ده بأي طريقة، سواء بقى مراكز خدمات، سنتر تدريب، ايا كان، يبتدوا يدوروا فورا عشان يطوروا امكانياته.
يبتدوا يعملوا له برامج وهم نفسهم يحاولوا يطبقوها، يبحثوا عن معلومات حديثة فيما يخص إعاقة أو مشكلة الطفل نفسه. هم نفسهم الأمهات بيعملوا مشاركة تطوعية لبعض الأسر عشان يفهموهم الجديد. يعني شفت ده في مرة في سنتر، كان في أم لسه جايبة طفلة جميلة داون سيندروم، كان عمرها سنة وكانت أول مرة تكون موجودة في المكان، ولقيت أم تانية ابنها ما شاء الله كان 13 سنة، ابتدت تقول لها كل خبرتها، تقول لها لا لازم تعملي كذا وتوديه عند دكتور كذا وتخليه يتدرب على كذا. كانت هايلة، حسيت قد إيه إن هي مش بس قابلة ابنها، لا دي كمان بتحاول تساعد وتعمل له بيئة ناضجة. انتي محتاجة من وقت للتاني تشحني طاقتك، تعالي أقولك على كام حاجة تشحني بيهم طاقتك كده، كام حاجة سريعة. أول حاجة اتنفسي بعمق، وانتي بتتنفسي خدي النفس عميق، املي بيه جسمك كله واعملي زفير. ساعتها هتحسي انك ابتديتي تهدي وتخفي من توترك، مخك هياخد أكسجين كافي عشان يهدى ويقول أنا بخير. اعملي التنفس ده مش أقل من 3 مرات متتالية. اغسلي إيدك ووشك بمية، وأتمنى إنك تعملي كده بمية ساقعة لما تحسي إنك اتوترتي وطاقتك خلصت. ارفعي راسك لفوق وبصي لأعلى، النظر لأعلى يبهج. تعرفي زمان لما كنا بنقول لولادنا لما بيبكوا بص العصفورة عشان يبص لفوق، أصل النظر إلى أعلى هو عكس البكاء، بيوقف البكاء فورا. كمان اقرأي قرآن أو اقرأي من الإنجيل أيا كان دينك، استخدمي بعض العبادات، اعملي مديتيشن، تأملي. إن شاء الله يا ربي تقفي في البلكونة عندك أو تقفي في أي مكان في منظر مبدع، أو تفتحي على شاشة اللابتوب عندك أو على الموبايل منظر بحر، منظر مية، منظر زهور، حاجة تكوني بتحبيها تفرجي عليها لمدة 3 دقايق وانتي بتتأملي كده. شوفي خلق الله في بدع، يعني الإبداع اللي ربنا عمله في خلق هذه الأشياء اللي انتي حباها بتفرجي عليها. أتمنى إنك تستخدمي الطريقة دي، طريقة جميلة جدا ومجربة بالمناسبة. امشي على الخضر، على النجيلة، امشي على الرملة، رملة البحر، هتحسي بطاقة، طاقة مميزة جدا. كمان مجالسة الأطفال بتشحن الجسم، بيدونا طاقة هايلة. استخدام المعطرات، اقعدي في مكان وانتي معطراه برائحة انتي حباها. ما جربتيش مرة تدخلي مكان وتشمي ريحة حلوة تحسي ان انتي جسمك استقام وحسيتي بالمتعة؟ غيري ألوانك من وقت للتاني، حطي ألوان زاهية في هدومك، لبسك، لبس بيتك، حطي جنبك مفرش، مخدة، أي حاجة لونها جميل عينك تقع عليها من وقت للتاني، حطي ورد، حطي أي شيء لونه مبهج، حتى لو زي ما قلت لك لبسك هو اللي كان مبهج. استعملي ملح البحر، فده من الحاجات اللي بتمد الجسم بالطاقة. وآخر نصيحة النهاردة هقولها لكم، لو في يوم حد جه قال لك انتي طفلك او انتي عندك طفل معاق، قولي له بمنتهى الجرأة والثبات، المعاق معاق اخلاق، طفلي ليس معاق، المعاق معاق اخلاق. النهارده لو تعلمت مني حاجه او عرفتي مني معلومه، اتمنى تستفيدوا وتفيدوا كمان بمبدأ إذا عملتم بما علمتم أورثكم الله علم ما لم تعلموا. كنت معاكم أنا دكتورة دعاء سيف، دكتورة في التربية الخاصة وماجستير في الصحة النفسية. مبسوطة أوي إن أنا كنت معاكم، وأتمنى أكون كنت ضيفة خفيفة واللقاء يكون مفيد. شكرا، تحياتي.